كل انت في البيت دلوقتي نمره 2، انت في بيتك في اب وفي ام، في ناس شايله مسؤوليات. فعمك قليل هتبقى انت راجل البيت، انت المسؤول، قرار معاك. فالاعداد هنا مهم. المربع الثاني ده مربع ايه؟ الاول اسمه ايه؟ هام وعاجل. هام وعاجل. الثاني اللي هو مربع ايه؟ الهام غير عاجل. المربع الثالث اللي هو ايه؟ مربع الخداع اللي هو الهام غير هام غير عاجل غير هام. المربع الرابع اللي هو مربع الضياع. الحمد لله ربع الضياع. واحد مقضي حياته غير هام غير عاجل.